إذا المشاهدين شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات هنا من مدينة وجدة. كنبارككم بارككم يعني ثالث أيام العيد في هذه الحواشر المباركة في شهر شوال المبارك بطبيعة الحال. كما كتعرفوا داز شهر رمضان بالزربة، يعني كل سنة صراحة ما كنسخرش بهذا الشهر الكريم، لأنه شهر رمضان كما كتعرفوا شهر الرزق والمغرب مغفرة، مجموعة على الأمور زوينة اللي كتدوز صراحة كتبقى في الذكرى. هذاك الامبيونس تاع النهار صايام وكتفطر مع العائله في الليل عاوتاني السحور. واخا السنه هذه السنه الفارطه ما كانش صلاه التراويح، ولكن الحمد لله هذا العام بعد ملي عيدنا كاين العيد ديالنا العام اللي داز كما كتعرفوا ما عيدناش، يعني ما كانش عيدنا ولكن كان حضر التنقل النهار. يعني الحمد لله السنه يعني سي عبدو تبارك الله عليك خويا الله يحفظك، يعني هذه السنه الحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير. الحمد لله هذه يعني شي حاجه اللي زوينه واللي الطب. دائما الحاجه اللي كنطلبها منكم هو انه كما نقولوا حنايا طلبوا العافيه والتواب، وربي يبعد علينا هذا الوباء والبلاء بطبيعه الحال باش ان شاء الله تولي الامور مزيانه. على ما اعتقد انه ان شاء الله الاسبوع القادم غادي تكون اخبار مفرحه، لانه حتى الحاله الوبائيه كما كتعرفوا بدات تستقر، مجموعه ديال الجهات اللي بداو كيسجلوا واحد الحصيله اللي ضعيفه جدا بالنسبه للاسابيع والايام يعني اللي دازت. لله مثلا المنطقه الشرقيه في 24 ساعه الماضيه سجلت يلا ثلاثة الحالات، منها حالة واحدة في مدينة وجدة الحمد لله. وهذه أسابيع الحمد لله شهر رمضان كامل يعني فرحنا بزاف أنه مدينة وجدة مابقاش تسجل الحالات. مرة كتكون ديك الحالة ولا زوج ولا ماكسيموم كاع ثلاثة الحالات، ولا كاع إلا كانت يعني شي عدد كبير كيكونوا خمسة ديال الحالات. مجموعة ديال المدن في المنطقة الشرقية والأقاليم لهذا الشهر كامل الحمد لله مازال لحد الساعة ما تسجلت حتى شي حالة فيها، وهذا خبر مفرح وشيء مفرح، يعني هذا كيبين لأنه الوباء ما بقاش. عيدك مبروك سي وسيم تبارك الله عليك. كما كنقولوا حنايا يعني شي حاجة اللي زوينة الوباء الفيروس يعني ما بقاش هذا المعنى، يعني بدا كيمشي الحمد لله. هذه شي حاجه ثانيه عاوتاني اللي زوينه واللي كتفرحنا. وانا دائما صراحه اول حاجه كيبقى فيا الحال كي كنشوف خوتنا المغاربه المساكين كيتوفاو بهذا الوباء هذا، كنطلب لهم الرحمه كنقول يا ربي ترحمهم، وكنطلب دائما الشفاء للمصابين اللي كاينين في المستشفيات ديال المغرب، سواء المستشفيات الخاصه او المستشفيات العموميه. ما ننساش نشكر كذلك جنود يعني الجيش الابيض، صراحه عندهم جهودات جباره في ربوع المملكه خصوصا في المنطقه الشرقيه وكذلك هنا مدينه وجده. ما ننساوش نشكر كذلك المدير الجهوي للصحه السي عبد الملك كوالا اللي تا هو دار واحد المجهودات كبيره هو الاطر الصحيه هنا بالمنطقه الشرقيه خصوصا بمدينه وجده. كما كتعرفوا الحمله ديال التلقيح لا زالت مستمره. كنتمناو حنا الحاجه الزوينه اللي كنتمناوها ان شاء الله هو انه ان شاء الله كنتمناو انه نوصلوا لهذيك 80% ديال التلقيح باش ترجع المياه لمجاريها، لانه اصلا الى ما وصلناش لهذيك الاخره ما غاديش يقدروا يطلقوا كل شيء. كنتمناو كذلك من الناس تزيد تاخذ الحيطه والحذر ديالها باش ما تفاجئوش شي مفاجاه. بشرى الناس الجاليه المغربيه بالخارج انه ان شاء الله غادي تكون عمليه مرحبا هذه السنه عكس السنه الفارطه، ولكن بشروط. كنحيو الدول المغربيه شروط اللي دارتها شروط اللي زوينه، يعني الناس اللي دارين الفاكسان هما اللي غادي يدخلوا ان شاء الله باش نتفاداو انه يدخلوا سلالات جديده ولا باش نحميو الوطن ديالنا. يعني دابا الحمد لله في المغرب الوباء محاصر بالتلقيح بالاجراءات الاحترازيه مجموعه ديال القرارات الوطنيه
واخا الشعب كيبقى خاطرو هادي، ولكن كي كنجيو نسكرو الدوله ديالنا وسيدنا راه كيبغي لنا الخير بطبيعه الحال. خصنا نصبروا، الوقت دغيا كيدوز. ها هو صبرنا شهر تاع رمضان، كانت بزاف تاع الهضره، كانت بزاف تاع الاقاويل هادي، خليونا نخرجوا زامتينا دارينا، ولكن ها هي دازت في ساعه. ديجا كنت كنقولها في اللايفات ديالي، كنقول لهم اودي راه ان شاء الله قريبه، راه الوقت دغيا يدوز ان شاء الله. غادي يجي واحد الوقيته غادي نلقاو الصيف، كي غادي يجي الصيف غادي نلقاو الامور رجعت مزيان. اذا الحاله الوبائيه في المنطقه الشرقيه صفر حالات وفاه، وثلاثه ديال الحالات منهم وحده في الدريوش الناظور ومدينه وجده. اذا هنيئا لنا بهذا النصر هذا من عند الله سبحانه وتعالى. وزيدوا زيدوا زيدوا طلبوا، فكم تصليوا خوتي المغاربه، دعيوا باش انه ربي يبعد علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله، باش ترجع الامور كما كانت. نتمنى انه تكونوا خديتوا واحد الدرس كبير في الحياه، لانه الوباء بدل العقليات ماشي كل شيء، ولكن الحمد لله الناس راجعت القرارات ديالها، راجعت مجموعه ديال الممارسات. حتى الحياه ديالكم حاولوا مور كورونا ان شاء الله تبدلوها، وحاولوا تستافدوا من هذه الكارثه صراحه، باش ان شاء الله الامور تكون مزيان وبخير وعلى خير. سي نور الدين الحاجي تبارك الله عليك خويا، تحياتي تبارك الله على الجميع. بشير خويا بوزافور تبارك الله عليك خويا، تحياتي لكم، تحية لجميع المتتبعين ديال قناة شوف تيفي. شكرا دائما على التتبع ديالكم، وتحية طيبة.